بلا ما عندك الكمامة ورقه الخروج، بلا ما تخرج تلقى تروج لا في خريبقة ولا في البروج، راه يشدوك واحد الجوج ويهبطوك مع الدروج وتخلص الغرامة على جوج. صابوا عليك الحجوج، خايفين لا تلصق المرض لواحد الجوج، الحجة وبوك عزوج وعمتك خدوج اللي كتدخل عندكم هي ولادها جوج. هاد الشي راه عالمي وإجباري وواجب وطني، قراتو الحكومة والعثماني بسبب وزارة الصحة والشعب اللي من هاد الوباء كيعاني. صدق عليها البرنامج بالإجماع بسبب هادي كورونا اللي كتخلع، ما خلات الشعب لا يعيش ولا يتمتع. كاع هاد الشي من أجلنا باش يحافظوا على صحتنا، والله يجازيهم بخير. الناس من اللي خرج هاد كورونا وحجر الصحية الورقة لا دير الكمامة ما دير الكمامة، والناس عياوني بالسؤالات، كيفاش إلا بغيت نخرج لهنا، كيفاش إلا بغيت نمشي من هنا، كيفاش الكمامة، كيفاش الورقة، وعياوني بالسؤالات كل نهار. أبراهيم أبراهيم كيفاش بغينا نمشيو لهنا، غاش نديرو واش ما نديرو. قلت بارك نجمع كل شيء ونقول لهم هذا الفيديو باش يتصنتوا كاملين ويهنيونا كاع من هاد الصداعات، والله يجيب الشفاء للجميع.